صباح الخير بالحلوين، تاني يوم رمضان اليوم وهلأ الساعة 9 الصبح وأنا بدي بلش بجلسة تنويم المغناطيسي وحب النفس والاسترخاء، وبعدين ما بعرف شو بدي كمل نهاري، بس هيك اليوم يعني أنا حابة بهيدا رمضان أمشي معكم خطوة بخطوة لتشوفوا شو عم بعمل. وأنا لضلني مشجعة لأنه اشتقت لليوتيوب، يعني إلي فترة عملته، عم ركز على الإنستغرام لأنه أكتر شغلة عم يجي عن طريق الإنستغرام. بس أنا كتير بستمتع باليوتيوب، بستمتع إني شارك يومياتي معكم، فلنشوف كيف الأمور رح تمشي هاي الشهر. امبارح انعزمنا على العشاء لأول يوم برمضان، حطلكن صورة. كانت الطاولة ما لذ وطاب فيها، أكلت سلطة، صحن سلطة كبير، وأكلت كمان دجاج مشوي، كتير كان لذيذ وطيب. وبعدين تحليت بقطعة شوكولا دارك شوكولات، وما شربت أي مشروبات سخنة، ركزت بس على المي. ومبارح ما تسحرت، أنا ما بحب أتسحر صراحة، كان يوم أول حلو امبارح. يعني غريب مع أني أدي بصوم أنا وبعمل صيام طويل، بس امبارح تعبت، حسيت حالي مرهقة خلال اليوم، يمكن لأ ما في مشروبات، بس إن شاء الله اليوم يكون أحسن. anyway أنا هلأ بدي بلش الجلسة تبعيتي وبحكي معكم بس لخلص. اوكي حلوين، خلصت الجلسة، أنا هلأ استرخيت مظبوط. بالنسبة للرابحين بالمتابعة خلال شهر رمضان، معظمكم بعتوا لي على الانستغرام وبلشنا نحط الخطة، بس في يمكن واحد أو اثنين بعد ما سمعت منهم شيء، يا ريت إنه تبعتوا لي لأنه عندكم فرصة هيدا الشهر حدا يتابعكم ويشجعكم. فكنت عم أقول للناس اللي عم بحكي معها استغلوني مظبوط هيدا الشهر، لأنه أنا بحب أعمل متابعة يومية مش متابعة أسبوعية. يعني ما بحب أعطي برنامج أسبوعي وإلكن يلا تبعوه، لأنه في كتير ناس ما بتعرف تلتزم، ففضل إني يكون في متابعة يومية. فاستغلوني مظبوط هيدا الشهر لحتى تنتظموا بنظامكم الغذائي. فاللي ما عمل كونتاكت معي بعد ياريت إنه تبعتولي على الإنستغرام أو على الفيسبوك لحتى نقدر نحكي خاص. انا اللي انا امبارح ضيعت فرشاية اسناني، ف كتير متضايقة، بدي اروح هلا اجيب فرشاية اسنان قبل ما يسكروا الشوبس لانه اليوم نهار الاحد. فراح اغير تيابي وروح اجيب فرشاية اسنان وبعدين بنكمل نهارنا. ما بعرف الجو مبين من الشباك كتير حلو، بس لنشوف بس نطلع على برا لانه امبارح كان كتير برد. اوكي عم بعمل اليوم سمسمية، مسويتها من قبل ومنزلتها على القناة، فعندي هون 3 أكواب من السمسم الني، وهلأ بدي حمصهم على النار. اوكي هلا من بعد ما حمصته حطيته بصحن كبير ورح اتركه يبرد شوي قبل ما نضيف البيض. اوكي ضفت حوالي نصف كوب من السكر المحلي إريثرول، الكيس هيدا إريثرول بودرة هيدا، بس اذا عندكم سكر عادي ممكن تطحنوه يعني وتستخدموه، بس او اذا ما عندكم مانع بالقرشة اتس اوكي. حطيت ملعقة كبيرة من الفانيلا لأن أنا بحب طعمة الفانيلا فيها قوية، بس على ذوقكم، ورشة ملح صغيرة. هلأ رح خلطهم مع بعض. أوكي وهلأ حطيت ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل بس لحتى تعطيها تماسك، بس إذا ما عندكم زنجبيل ما في أي مشكلة، هي إذا بتتركوها تبرد، كل ما تركتوها تبرد أكثر وترتاح أكثر كل ما بتقسى لحالها، يعني ما يكون محتاجين أبدا تضيفوا لها، بس أنا لأنه متوفر عندي ما مشكلة.
وبعدين بدنا نضيف له 4 بياض بيض حجم صغير. فهو بياض البيض لحاله راح يخليها تتماسك، بس طبعا مش اول ما تطلع من الفرن، يعني تتركوها فترة ترتاح مظبوط وتبرد على الاخر مشان تحسوها عم تقرمش معكم. اوكي، تركتها ترتاح دقيقة واحدة بس، وبعدين شكلتهم، استخدمت هاي بس لحتى يطلعوا مرتبين، بس انتم ممكن تسووها بالملعقة ما في داعي يعني تستخدموا قالب. وهلا رح فوتها على الفرن اكزاكتلي 8 دقائق. طبعا الفرن محمى من قبل، بدنا نخبزهم على حرارة 180. اوكي، حطيت السمسمية بالفرن، وهيدول هلا صار وقت الزرع. بدي جبت هول عشان ازرع فيهم. اوكي شوفوا، بلشوا يظهروا. هذا مضايقني انا، بس عم يصير كثير برد هالكم يوم، ما بدي خليهم هيك مفتوح. اشتريت هولي كمان من الجاردن سنتر هذيك اليوم، هدي ناشفة على الاخر بدي اسقيها هلا. اشتريت هذا اوريجانو، نعنع مروكيان هذا بعتقد، ونوع تاني من الزعتر كمان، وهدول ورد، وهذا جزر تحت، لان الجزر ابدا ابدا ما بيزبط معي من السيدز، ولا مره زبط. سو هلا رح اخذ هون واطلع لبرا. سو عندي السيدز هون على الطاوله اوريدي، واليكس هونيك عم بحاول يظبط لي الجرين هاوس، يشوف اذا في يتصلح، لانه بالعاصفه اذا بتتذكروا تدمر كله. سو ان شاء الله يقدر يظبطه، ما بعرف. وهلا السويل اللي هيدا تبع السيدز تبع الكومبوست، رح اخده لهونيك ونبلش. خلينا نشوف شو بدنا نزرع. هزرع كيوكمبر، خيار، هيدي زرعت منها كتير، ما رح ازرع منها بقى. هيدي توث ايك بلانت، بندورة، الكاموميل، بعتقد حنطر شوي لشهر الجاي، وبعدين رح رش رش دغري على الحشيش، ما رح ازرعها ببوت اول شي. وهيدي كمان رح انطر شوي، هيدي ممكن بلش فيها. هيدول وهيدول بندورة ملونة، كل بندوراي لونة شي، ما بعرف اذا رح يزبطوا. بعتيلي ما بعرف يمكن شي 5 حبات او 4 حبات ولا شي 6 حبات، شايفينهم؟ رينبو توماتوز اسمها، فان شاء الله تزبط معي. هيدا ليكس، هيدي بعتقد هيدي بندورة سوداء كمان رح بلشها اليوم. هيدي بعد شوي، هيدي شمام البطيخ الأصفر ما استوى. You going to help me? Okay, رح بلش بهولي بالأول، وبعدين بشوف الباقيين شو رح أعمل فيهم، بس عشان أحسن ما أضيع. So إيه بدنا من هول، بس كمان عم نستخدم هاي. هدول اللي اشتريتهم من ليدل، منزل كتير شغلات للجاردنينج نفسها. اذا بدكم تشتروها من الجاردن سنتر بتدفعوا على القليلة 4 اضعاف، فاللي حده ليدل وبده يشتري شغلات للجنينة يروح لعنده قبل ما يخلصوا. اوكي هلا رن الالارم، جيت لاعمل تشيك عليهم، بعتقد رح اترككم بعد 3 دقايق، يعني ان توتال
بدي احطهم 11 دقيقة. اوكي سو عملوا لي 15 قرص من السمسمية، هي بعدها طرية هلا ام طلعتها، بس هدول صاروا قاسيين كتير، وبعد اذا بتركهم اكتر بيجمدوا اكتر واكتر. فهلا بعد بكير يعني بعد الساعة 2 وربع الافطار للساعة 8 الى 10، في وقت كتير لحتى يبردوا على راحتهم. في حدا صار جاهز للافطار. هلو هلو. سو هيدي شكل السمسمية بالاخر، عطيت صاحبتي نصهم لان كتار 15 وحدة كتار، سو عطيتها نصهم وهيدا نحن حنتشارك فيهم انا وعائلتي. اوكي سو صارت الساعة 7 وصار وقت نبلش نجهز للافطار. الافطار يمكن 8 الى 10 او هيك شيء. سو رح اليوم على المنيو ملوخية مع رز القرنبيط. فأليكس بالعادة بيسويها وأنا رح سوي أكل للولاد. الولاد اليوم رح يأكلوا فاصوليا برز كمان، سو هو أشطر مني مسوي الملوخية، مسويها كتير حلو، سو هو رح يسويها وأنا رح سوي أكل الولاد. يلا أوكي فرشيكم هاي الملوخية. هلا محضر رز القرنبيط وهدول اكلات ولادي. اوكي خليها تسوح للزبده بالبيت. اوكي هاي القرنبيط وهاي الملح. لا خليهم هلا. بتعرف انه كومبينيشن من منيحة بس لأنه الدهون عندنا كتير بالأكلة، رح ممكن نحط ربع أو نصف أفوكادو مع العشاء. هلا أنا ما بتسحر، فلازم أخذ كل الدهون اللي نحتاج شربها وكمان السعرات من وجبة الفطور. هذا اللي رح اعمله بعتقد، رح اخذ ربع ونص حسب قديش رح اكون جعانه. رح اتركه يستوى وبعتقد الملوخية بدها سويناها باللحمة نحن، بس فيكم تسووها بالدجاج اذا بتحبوا كمان. حطينا لحمة منيح، فبدش 5 دقايق. اوكي سو حلوين، نسيت امبارح سكر الفلوج من بعد العشاء لانه كان عندي جلسه عشيه كمان من بعد تغري من بعد الافطار. فبتمنى انه اموركم كلها تمام وصيامكم ان شاء الله مقبول، وتحاولوا انه تستغلوا شهر رمضان وتلتزموا فيه قدر المستطاع، لانه بكره رح يجي العيد وتخبيص والصيف كتير ناس ما بتعرف تلتزم فيه للصيف. فهذه فرصتكم انه تمشوا صح مشان يصير بعدين سهل عليكم انه متخبصوا وتزيدوا بالوزن لبعدين. أما بالنسبة للناس اللي سألوني على جلسات الاسترخاء، فياريت تحكوني خاص على الانستغرام. حاليا أنا عاملة 3 مجموعات، عم نعمل مثل ما قلت جلسات استرخاء فري بدون مقابل. فإذا حاب أي حدا يجرب سيشن أو 2 ليشوف إذا بتناسبه أو لا أو حتعجبه أو لا، وبعدين بنحكي بجلسات او متابعه لبعد رمضان ان شاء الله. anyway بشوفكم، باي باي.